قبل تقريبا يومين كنا قاعدين في الدار بأمان الله زي هيك، تقريبا بعد المغرب العشاء انت عارف الواحد بنام، ما لقينا الاحزام الناريه كلهم ايش حوالين دورنا، يعني انت عارف المصلى ببدوها. قلنا من هلا الصبح بدنا نطلع نشوف مين اللي بده يطلع ومين اللي بدهش يطلع. لسه يعني ما فتحناش عيوننا الا لقينا الفسفور والجزايف فوق دورنا، اللي شرط شرط واللي ضل ضل. بعد هيك ايش توجهت انا ختم عشان اختياره ورحت. فاللهم صل على سيدنا محمد. المهم باللي تفهمها رحنا على مدارس في الجنوب، للي بقول لك المدارس والمدارس فيش حد يستقبل، باللي تفهمها اما دبرتها على الناس معرفتنا. فيش اتصال. هلقيتها بقول بدي اروح اصل دير البلح عند امي اشوف امي كيف وضعها. لما رحت لقيت واحد من النازحين بقول لي ملكه ملكه، بقول له ايش في، بقول له وقف، بقول له ايش بدك. قال عزم الله وجهك في اهلك. بقول له ولك ايش بتحكي. قال والله اختك بخواتك اولاد اخوك عمك اولاد عمك، يعني يمكن حوالي فوق الخمسين نفر. بقول له زين سيبك المسخره. قال لي والله زي ما بقول لك، انا طلعت لما ما كانش في اتصال بعرفش واحد ولا حد في اهلي. بقول له طب شفت حد من اهلي؟ قال هاي اخوك وابنه متصابين في مستشفى ناصر. طلعت من الدير وجيت على مستشفى ناصر. من يوم الحدث لليوم، اليوم عرفت بس هاي اخو موجود والباقي ما عرفش عنهم حاجة. والشهداء لحتى الآن تحت الرقم. أنا بناشد الصليب الأحمر. إحنا ساكنين على المصلبة مربع دار ملكة. قبل هيك تم استهداف برضو منزل عائلة ملكة في شارع النديم. تقريبا ضحايا فوق الخمسين نفر. وقبل هيك برضو استشهدوا من عائلتنا من ضربة سرية. يعني أنا مش عارف أنا لوين بدنا نوصل رسالتنا، يعني إيش مش عارف أنا كيف الناس هذه، يعني هاي اللي بطالبه بس من الصليب الأحمر.